سلام اصدقائي، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. معكم انصاري، كيف حالكم يا الابطال المغامرين؟ اصدقائي وحبايب قلبي، اليوم الفيديو المنتظر اللي كل المتابعين انا متاكد مليون بالمية انه هن عم يستنوه. شو راح تعمل اليوم يا انصاري؟ انا جبت لكم الروبوت مثل ما شايفين، وجبت معي اللابتوب، وجبت معي طائرة الدرون. اليوم الفيديو راح يكون متعة رائعة جدا واجمل من 700 مغامرة، لانه اغلبكم كان ناطر انه شو هذا الروبوت وشو بيعمل وشو المزايا. ليش انت يا انصاري دائما بتقول عنه انه الروبوت الفضائي؟ لانه الروبوت جاي من المستقبل، فانا مشان هيك بسميه حبايبي. وهلا رح تشوفوا كل المزايا اللي موجوده فيه هذا الروبوت وشو بيعمل. تتذكروا الفيديو القديم انا شو قلت لكم؟ رح تقعد وتضل عامل هيك انه معقوله هذا الروبوت بيعمل كل هاي الشغلات؟ فحبايبي تابعوا الفيديو للنهايه، متاكد انه رح تستمتعوا جدا. ولا تنسوا انكم تضغطوا على زر اللايك، فجروا لي اللايك حبايبي، خلينا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. وانتم كفو، واللي مو مشترك يضغط على زر الاحمر اشتراك ويفعل زر الجرس حتى تصلوا كل فيديوهاتي. تعالوا معي لفرجيكم انا شو عامل هون. هلا اولا هذه هي الخيمه، شايفين هي الخيمه انا بانيه هون، بنيتها كل شيء، ما فيها شيء. اليوم ما اجت القطه، بتتذكروا القطه اللي انا قلت لكم عنها؟ فهي ما اجت اليوم، فاضيه، ما بعرف اذا بعد شوي بتجي محضر لها اكل معي. تعالوا لفرجيكم كمان انا هون شو عامل. هون تفرجوا حبايبي، حاط العده كلياتها، هذا اللابتوب وهذا الروبوت الفضائي، شحنته انا لانه هذيك المره ما كان فيه شحن. وهلا هنيك طائره الدرون بالاخير مثل ما شايفين. فيلا حبايبي تابعوا الفيديو للنهايه وجدا رح تستمتعوا، انا احبكم جميعا. يلا فهلا يا مغامرين رح فرجيكم الموقع الاستراتيجي اللي انا اخذته هون مثل ما شايفين، جدا رائع. طلعوا هون هذا الكوخ هيك، هلا انا هون قعدت وحطيت اغراضي كلياتها، والخيمه مثل ما شايفين ليك وينها موجوده هون، وهذا البحر وراي. طلعوا مثل ما شايفين، ما بعرف اذا انا ماني شايف من الشمس الصراحه. فالمهم هلا رح نبدا اول شغله بالروبوت، وبعدها ان شاء الله بطائره الدرون، وبعدها متعه رائعه. هيا بنا اصدقائي حبايب القلب، مثل ما شايفين هلا انا قاعد داخل هذا الكوخ، الخيمه انا حاططها هنيك لحتى احط فيها اغراضي في حال انا هلا بدي صور الدرون وصور الروبوت. ليك الروبوت الفضائي هلا رح اشغل لكم اياه لاول مره، ورح تشوفوا كيف هو رح يشتغل. طلعوا هلا عنا هون بنكبس كبسه كبستين، طلعوا شو بيصير فيه، اصبح جاهز. هلا مثل ما شايفين رح نشغله من هون نحن، وبعدها نطلقه لهنيك ونشوف شو المزايا الرائعه اللي موجوده فيه. هلا مثل ما شايفين حبايبي عم شغله عن طريق الواي فاي انا، تمام. وهلا بنشوف اصبح جاهز للاقلاع ولاطلاق النار. هلا مثل ما شايفين اشتغل، هلا رح نزله لتحت لهنيك وبلش وفرجيكم شو المزايا اللي موجوده فيه. هيا بينا. فهلا مثل ما شايفين حبايب القلب، ليكو الروبوت صار جاهز، وخلينا نطلق نار. وقبل ما اطلق نار رح خلي الروبوت يحكي لكم شغله، وبتمنى انكم تردوا عليه للروبوت. جيش الانصاري الابطال، الكل يحط لايك واشتراك. جيش الانصاري الابطال، الكل يحط لايك واشتراك. شايفين عم يقول لكم حطوا لايك واشتراك مشان هذا الفيديو يوصل. قديش بدك يا روبوت يوصل؟ بدي يوصل لل 100,000 لايك. يلا حبايبي كلياتكم كفو، كرمال الروبوت رح توصلوا هذا الفيديو لل 100,000 لايك. وهلا رح نشوف شو المزايا الرائعه اللي موجوده فيه. بس خليني اول شيء غير اللون تبعه، هيك سويت اللون احمر مثل ما شايفين، صار اللون احمر. فهلا اولا حبايبي القلب خليني فرجيكم الشكل الخارجي لهذا الروبوت المتوحش. طلعوا عليه مثل ما شايفين، رح فرجيكم بس الشكل الخارجي له. هو فهلا اول ميزه خارقه بهذا الروبوت رح خليكم تعرفوها، اللي هي انه بيلحقني لاي مكان انا بروح عليه. فهلا مثل ما شايفين، بس خلينا نبعد الروبوت لورا مشان يقدر يشوفني. فهلا مثل ما شايفين حبايبي الروبوت رجع لورا مشان خليه يقدر يشوفني. هي هي نفسها ميزه التعرف على الاجسام، ان كان قطه حيوان اي شيء فهو بيتعرف. ها سامعين؟ رح سمعكم الصوت اللي عم يطلع منه هو وعم يتعرف، شايفين؟ حتى هدول بيضوا قاعد هو هلا عم يتعرف على الاجسام. فانا ليكو هلا عرفني، ها؟ فمثل ما شايفين هلا هو رح يلحقني وين ما انا بفكر اني روح. شايفينه للروبوت؟ اطلعوا، ها؟ انا وين ما بروح هو رح يلحقني. هي الموبايل انا ما عم بتحكم بشيء مشان ما تفكروني قاعد عم بتحكم. طلعوا، فهو بيلحقني وين ما رح روح انا. تعال ايها الروبوت الذكي، تعال تعال. وينه؟ انا ماني شايفه. ليكو اجا، تعال ايها الروبوت، تعال لعندي، تعال تعال تعال. شايفين؟ هي الشغلة كتير حلوة، يعني بيساعدني انه هو بيقدر يلحقني ولأي مكان بروح عليه. هلا رح احاول ارقد انا، مثل ما شايفين هو لحقني، قد ما اسرعت انا فهو رح يأسرع. تعال لعندي ايها الروبوت، تعال الى هنا. شايفين؟ ليكو هلا هون صار واقف.
رح ارجع امشي بشكل اسرع. طلعوا طلعوا طلعوا، شوفوا شوفوا شوفوا، فهو اجى لعندي، شايفين وين واقف؟ هذا هو. فهي الميزة جدا رائعة فيه، انه هو بيلحقك لأي مكان انت بتفكر انك تروح عليه، مشان ما تتغلب بالتصوير بتحط الموبايل بجيبتك، تمام، الجهاز تبعه بتحطه بجيبتك وخلص، هو بيستلم هي المهمة وانت وين ما تروح هو بيلحقك وبيصور كل شيء قاعد عم يصير. وهلا مثل ما شايفين في عندكم الميزة الثانية اللي هي اطلاق النار، وكشوفوا كيف بيعمل زوم على المكان، طلعوه شايفين بيقدر يعمل زوم للمكان يلي موجودين فيه، وهي بيطلق النار، ها شوفوا ولا شلون، شايفين بهي الطريقة هو بيضرب نار، ها طلعوا شايفين، لكن بدك تحط فيه داخله خرز، هذا الخرز جد كتير بيأذي، لأنه قلت لكم هاد لفوق أعمار 18 لحتى يقدروا يستخدموه، هو مانو للأطفال وليس مخصص للأطفال، مخصص للاستكشاف للأماكن الصعبة بيقدر يدخل عليها، وبنفس الوقت في حال هجم كلب بده يعض الروبوت أو بده يخرب لك إياه بتقدر إنه تبعده عن طريق إطلاق هدول الحبات الصغيرة، لكن هي كتير مؤلمة وأنا ما بنصح حدا إذا جابوا لهذا الروبوت إنه يطلق على الحيوانات لأنه حرام. أنا ما حطيت فيه لحد الآن ذخيرة أبدا، والله ما حطيت فيه ولا رح أحط لأني ما بستخدم، بس حبيت اني فرجيكم هي الميزة. والميزة اللي بعد اللي هي جدا رائعة وكتير حتفيدني بمغامراتي، انا بقدر سجل صوت من هون وبيرجع بيطلع الصوت من هون، وبقدر مثلا ابعته لداخل النفق محل ما انأذى اسمر، بقدر ابعته لجوا للروبوت وبيقدر يسمع لي شو عم يصير جوا ويطلع الصوت من هون، شو عم يحكوا جوا، شو عم يصير، في اصوات غريبة بتطلع كلها عندي، وبقدر انا احكي وسمي بالله مثلا بدون ما انا ادخل للنفق، بس بدخلها شوفوا شلون، انا سوف ادخل الى النفق، جيش الأنصاري الأبطال، حطوا كلياتكم لايك واشتركوا بالقناة مشان تنضموا لجيش الأنصاري يلي مو منضم. جيش الأنصاري الأبطال، حطوا كلياتكم لايك واشتركوا بالقناة مشان تنضموا لجيش الأنصاري يلي مو منضم. شايفين قد ما بعدت بقدر احكي فيه أنا ويطلع الصوت من هون، وبقدر كمان العكس اسمع شو عم يصير محل مو موجود الروبوت، مثلا هنيك في عالم مثل ما شايفين، إذا أنا بعدت الروبوت لهنيك لعند هدوك اللي قاعدين هنيك بيقدر يسمع لي شو هن عم يحكوا، بيطلع الصوت من هون وبقدر أنا أحكي معهم وخلي الروبوت هو يحكي معهم، يعني يطلع صوتي من عند الروبوت. هي ميزة كتير رائعة للمغامرات الصعبة والشغلات اللي فيها جن، مشان ما فوت أنا سمي بالله بقدر خلي الروبوت هو يسمي بالله ويحكي مثل هيك، ها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين هي ميزة جدا رائعة. وخلينا نشوف الميزة اللي بعدها. بعد عني رد إجا لعندي لحاله، ها أنا ما عم بعمل شيء شايفين، فمزايا كتير رائعة، يعني هو الروبوت ذكي وبيفهم يعني. فهلأ شو بدنا نشوف، هلأ رح نشغل أصدقائي طائرة الدرون، وفي شغلة كتير مهمة تعالوا خلينا نحكيها بالكوخ تبعي وبعدها نشوف شو في مزايا كمان، يلا هيا بينا. فهلأ مثل ما شايفين حبايبي أنا شغلت طائرة الدرون حتى فرجيكم المكان اللي أنا قاعد فيه. كمان مين بيحب أنه يكون معي بهذا المكان يكتب لي تحت بالتعليقات. هي هي الطائرة، إن شاء الله أنه ما تخبط وهي جاي لعندي. يا عيني على الفن، شفتوا منين فوتها؟ فوتها من داخل هذا المكان. فهلا مثل ما شايفين رح احاول ارفع لكم اياها لاعلى مكان حتى تشوفوا المنظر اللي انا موجود فيه. طلعوا يلا انطلق ايتها الطائره. مثل ما شايفين وين موجوده خيمتي، شايفين لها الكوخ ما احلاه قاعد جنب شجره. وهلا رح فرجيكم البحر، طلعوا على البحر، هذا البحر موجود هون، اوه والله انه رائع، تفرجوا هذا الكورنيش، شوفوا العالم تحتي، وين صرت انا؟ انا صرت هون، شوفوا ولا وين انا؟ هون عند هي الخيمة انا هون موجود. شو رايكم اني اعلق الروبوت بالطائرة وشيله لشوف تقدر تشيله؟ ما بتوقع انه تشيله، مستحيل. فهلا حبايبي نزلت الطائرة مثل ما شايفين، الطائرة ليكا هي موجودة هون. بدي لكم شغلة عن الطائرة شو صار فيها. هاي الطائرة اصدقائي اخر مرة كنت عم صور فيها بالغابة، اكلت ضربة. كيف اكلت ضربة؟ المراوح كلهم تكسروا وما عاد قدرت نزلها قيد الخدمة، والمراوح اللي جايين معي يمكن 20 مروحة اضافية انا مستخدمهم كلهم، فما بعرف شلون سبحان الله قدرت ادور وابحث شوي هيك بالبيت على مراوح انه ممكن صاروا مستعملين يعني واكلين ضرب، بس الحمد لله رجعت وعم تسيطر على نفسها، لانه بدون الدرون انا ما فيني اني اتصرف، لانه الدرون بتساعدني بكثير
شغلات مثل ما بتعرفوا، بتدخل لأماكن صعبة وبتصور بالجو، بتصور بالبر، بتصور بأي مكان، حتى بتصور بالفضاء على كوكب بلوتو. يعني عم بمزح طبعا، لا تصدق، وما بتوصل للفضاء. أعلى مجال إلى 500 متر. وهلأ هون في عنا الروبوت الفضائي المسلح، حكيت لكم شوي عن مزاياه، ورح تسألوني البعض منكم إنه يا أنصاري أنت وين بتحط الزخيرة، الزخيرة كيف بتحطها؟ أنا رح أقول لكم. شوفوا هذا المكان، تكبسوا هاي الكبسة هون هيك، ها كبسناها، طلع المخزن. هذا المخزن شوفوا كيف بتصيروا بتحطوا هون الزخيرة بهذا المكان، وبعدين بتعملوا هيك شوفوا مثل المسدس، يعني اسمعوا صوته، ها ها شايفين؟ ولما يصير يطلق بصير هيك بيروح وبيرجع، بيروح وبيرجع لما تحط زخيرة. طبعا هلا ما في زخيرة، وفيه كتير مزايا، يعني شوفوا فيه الكاميرا هون ما علمتكم، وهون السماعات، وحتى تاركين لك مجال إذا بدك تحط هون بالجكتور إضاءة، يعني إذا حاب تحط ورا كاميرا تقدر تركب، حاطط تحط أي شيء هون. وفيه راسورات، شوفوا كيف يعني هذا الروبوت هلا إذا صار فيه طجات شوفوا كيف بيعمل، شايفين؟ ما بيضل بس على هذا المجال هيك مشان يخبط كتير، لا بياخذ وبيجيب، طلعوا هيك ها. هاي هون طبعا هاي حساسات، هدول اللي هون موجودين الأشكال هدول كلهم حساسات، وبنفس الوقت إضاءة، يعني إضاءة لإله. وشوفوا هيك من تحت، وهون هذا الغطاء إذا بدكم تفتحوه مشان الطائرة، شايفين؟ وهي البطارية موجودة ورا. هذا طبعا كله تركيب أنصاري، يعني أنا لو أنا اللي صنعت هدول القطع كنت أنا المصنع الوحيد لهذا الروبوت، لأنه أعطوني إياه مقطع 100 قطعة، أكثر من 100 قطعة، والله ركبته كله، حتى الدواليب أنا ركبتها، كل شيء فيه أنا ركبته. فإن شاء الله رح ينزل قيد الخدمة بكرة، إن شاء الله رح ينزل قيد الخدمة، وأول ما رح استكشف فيه رح أخذه للنفق تبع أسمر، ولأنه بدي أنقذ أسمر بهذا الروبوت، إن شاء الله رح أقدر إني أنقذ أسمر، لأنه هاد هو مخصص للمهمات الصعبة. هلا رح نحطه هون على جنب. أنصاري وين الأكل؟ وين الأكل اللي أنت جايبه معك؟ أنا جايب معي مشروبي المفضل بدون ما أقلكم اسمه، اللي بيعرفوا بيعرفوا، اللي ما بيعرفوا مشان ما نعمل دعاية. والشغلة الثانية هي بطاطة على كاتشب، رح دوق أو شوف، على أساس أنا ما أكلت نص الكيس يعني. يلي حابب يجي ياخذ هي مني، تفضلوا. فهلا حبايبي رح طفي الروبوت، كيف بتطفي يا أنصاري؟ من هذا المكان مثل ما شايفين هون موجود في كبسة ليكا، نكبسة كبستين تطلعوا إذا شايفين، واحدة تنتين. هون الروبوت بينام، شايفين؟ خلص انتهى، بتسكر هيك وبتشيل الروبوت. بدي اجيب له شنطة، والله المشكلة انه كتير تقيل، لازم انا اجيب له شنطاية، لانه كتير عم بتغلب بشيلته، شايفين؟ عم شيله بايدي يعني، والاغراض الباقية كلها بحطها داخل الشنطاية. وهلا حبايبي رح فوت على الكوخ، الاولاد هدول صرعوا راسي جد، يعني صوتهم كتير عالي. هلا رح ادخل على الكوخ تبعي، وبعدها فرجيكم ماذا سوف افعل داخل هذا الكوخ. يلي بيعرف يكتب لي يا حذركم شو رح اعمل داخل هذا الكوخ. هلا رح ثبت الكاميرا بس دقيقة شوي، شوفوا شو رح اعمل. طلعوا هون مثل ما شايفين، رح سكر على حالي مشان الصوت ما يطلع، ها مثل ما شايفين هيك سكرت. هلا ضل علي هي، ضل علي هي، هون فينك تنام وفينك تعمل اي شيء. انا جبت اللابتوب هلا لهون، رح نعمل له تشغيل، نقول بسم الله، وهلا رح فرجيكم شو رح ساوي. يا الله صرعوا راسي الاولاد، شبكون والله بخلي الروبوت يروح يقوص عليهم هلا، ها بس المشكله مو جايب معي ذخيره، لو جايب معي الذخيره كنت قوصتهم كلهم هلا هدول. طلعوا صوتهم شلون صرعوني صرع. يلا هيا بينا. بتعرفوا هلا حبايبي شو كنت بدي اعمل؟ كنت حطيت اللابتوب هون مثل ما شايفين، وكنت حاب هيك اقعد على رواق والعب شي لعبه من الالعاب اللي انا جدا بعشقهم، وكنت حاب فرجيكم اياهم مشان تتسلوا معي، لكن صوت الاطفال جننوني، ما عاد عرفت اسوي شيء. سوف اطلع من المنزل المتواضع الصغير تبعي ليكم مثل ما شايفين. فهلا حبايبي صار عنكم معلومات جدا رائعه عن الروبوت وشو بيعمل، ولسه فيه شغلات انا ما بعرفها لحد الان. ليش؟ لانه شفتوا انتم كان فيه كبال وشرايط واشياء ذكيه، هذا اللي انا اكتشفته، لكن لسه فينك تحط عليه اضافات جدا رائعه. مثل شو؟ فيني احط له قبضه، هي القبضه بتقدر تكمش الاشياء، مثلا اذا في جوا سحر داخل النفق بمكان ضيق ما بقدر ادخل، بدخل روبوت بيكمشها وبيجيب لي اياها. فيه كتير ميزات رائعه مثل ما شايفين. هلا هي الخيمه وهي البطاطا تبعي هون، وهي الاطفال يلي صرعوا راسي ليكم، شوفوا كيف قاعدين عم يلعبوا، والله جننوني. فانا هلا رح املح ضب الخيمه، وبعدها احكي لكم شغله. هيا بينا تعالوا معي، يلا 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 على الخيمه، يلا خلينا نضب. ضب يا انصاري. هذا هو ما لح طفي، رح اعمل له هيك وفورا اني سكره، وهلا رح زته هنيك عند الشنتاي، وبعدها ضب الخيمه. يلا صرعوا راسي الاولاد، والله اسمعوا اسمعوا.
عم شبكون اول مره بتشوفوا حديقه. واخيرا الله اكبر قدرت سكرها للخيمه. كثير كثير صعب تسكيرها وفتحها وما بعرف شو. والله العظيم يا اخي ما يعملوا خيمه متطوره مثل الروبوت. تكبس كبسه بتصير خيمه، تكبس كبسه بتصير هيك قد بتحطها بجيبتك، يعني ما يسووها. وهلا مثل ما شايفين حبايب قلبي انتهيت، وهي هي الخيمه ضبيتها. هي الخيمه مكتوب عليها انه بتسع لشخصين مثل ما شايفين، فمين بيحب يجي يغامر معي لانه انا وحيد، خليني اعمل شويه دراما وابكي على اساس انا الحزين. فانا دائما وحيد ما معي شخص ثاني، اللي بحب يجي اهلا وسهلا ويصير مغامر معي ونكون شخصين لكن خارج الخيمه، مو جوات الخيمه. ما بحب اكون مع حدا بالخيمه الا اكون لحالي. فهلا حبايبي رح اروح جيب الروبوت وفرجيكم. لا قبل ما اروح باخذكم معي انتم بتشوفوا الروبوت. تعالوا شوف شو رح اعمل. تعالوا 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 شاهدوا. هلا هي العده كامله، شايفين قديش عم بتعذب. هي الخيمه بشيلها انا على ظهري تمام، وهذا اللابتوب تبع المغامر، وهذا مشروبي المفضل، وهي الشنطه تبعي، وهذا الروبوت. شايفين الروبوت السحري ليكم موجود هون. هلا حبايبي رح ضب كل هي العده وبعدها ارجع لكم، انتظروني لا تذهبوا، اضغطوا على اللايك وانتظروني يلا. فهلا اول شغله اللابتوب السحري، خلينا نحطه هون. شايفين وين مكانه؟ بالشنطه هون بالجيبه هي مخصصه لللابتوب. وهذا الروبوت علق الهي. هلا هون شو ضل في عنا؟ الطائره وينها؟ الطائره موجوده بالداخل. هلا الكاميرا كمان رح احطها بالداخل. وضل عندي الروبوت، شايفين انا قديش عم بتعذب بالروبوت حبايبي؟ الروبوت بضل شايله هيك وبيمشي فيه، شايفين؟ يعني شنطة على ظهري وخيمة على كتفي هيك والشنطاي هديك، كل هاد بس مشان غامر لكم وتستمتعوا. فمعقولة ما تحطوا لايك ويوصل هذا الفيديو لل 100 ألف لايك؟ مستحيل جيش الأنصاري ما يوصل هذا الفيديو لفوق ال 100 ألف لايك حتى. يلا حبايب قلبي بتمنى تكونوا استمتعتوا، وهذا الفيديو انتهى. أنا بحبكم كلياتكم، وإن شاء الله رح نزله لقيد الخدمة بالفيديوهات اللي رح تجي القادمة. يعني أنا بحبكم كلياتكم، عشقي انتو جيش الانصاري. الى اللقاء، ولا حدا ينسى انه يضغط على زر الاحمر اشتراك، فعل زر الجرس، وقناتي الثانيه موجود رابطها بالوصف، روحوا كلياتكم اشتركوا فيها، وحسابي الانستغرام تابعوني فيه. الى اللقاء حبايبي بمغامره جديده، باي.